سأفتح طبقي أولاً. واو، وافل صغير! يبدو ظريفاً وجميلاً. مهلاً، يحتاج إلى إضافات. وهل من إضافة أفضل من رشات الزينة؟ بأنواع مختلفة بالطبع. ولدي قمع صغير لمساعدتي. سأتمكن من ملء كل مربع بالحلوى. مارشميلو في الصف الثاني. واو، هذه فكرة ذكية. يجب أن أواصل توزيع الإضافات. أتعلم؟ بقي شيء واحد، الكريمة المخفوقة. النهاية الأمثل. أجل، الكريمة المخفوقة حلوة ولذيذة دائما. أنت تحب الكريمة المخفوقة، صحيح؟ أجل، أحبها كثيرا. أوه، وضعت الكثير منها. لا يمكنني رؤية الوافل. سيساعدني جهاز النفخ هذا. حسناً، لنبعد هذه الكريمة المخفوقة. رائع، إنه يعمل. لا، أين ذهب الوافل؟ لم أتذوقه حتى. تباً، هذا محزن. ماذا يوجد في طبقي؟ طبق فارغ؟ الحظ يعاندني من جديد. أوه، وافل! وواحد آخر، والمزيد، قطعة أخرى، وواحدة أخرى. حان وقت قلب الوافل. من لا يحب الوافل؟ انظري إلى هذا البرج الشاهق، أشعر أني في حلم جميل. برج وافل حقيقي. أوه، تبدو شهية. أجل، لكني أظن أننا نحتاج لهذا. أوه، انظري إلى هذا المنظر الرهيب. تبدو شهية. حان وقت الأكل. أوه، أتمنى لو أنا لدي وافل. أوه، تبدو هذه الكيكة مذهلة. واو، سأحضرها. تبدو أول طبقة جميلة. لا أريدها أن تلتصق بالمقلاة. ووفقاً لحساباتي، 10 طبقات ستكفي ل5 أشخاص. أنا على المسار الصحيح، لكن شريط القياس سيساعدني. إنها بالمقاس المطلوب. سأقلبها الآن. واو، إنها تطير. ماذا تطبخين؟ لا، ها؟ أوه، هذا صنع يدك يا كايلي. جلبت هذا التحدي لنفسك. لا مشكلة، هذه الطبقات كثيرة. ستكون أكبر كيكة في حياتي. الطبقة الأولى. آمل أن تكفيني كريمة الزينة. سيستغرق رصها وقتا طويلا، لكني لم أتعب بعد. بهذا الشكل. إلى أي ارتفاع ستصل؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة الإجابة. وصلت للون البنفسجي. هكذا ترص طبقات الكيكة، لكني لم أنتهي بعد. لننتقل إلى اللون الأصفر الآن. كان علي تصوير العملية للإنستغرام. أوه، بدأت أتعب قليلا. بقيت 4 طبقات فقط. ووصلت إلى طبقة العلوية. وهذا يعني أني انتهيت. وهكذا صنعت كيكة 100 طبقة. أنا فخورة بنفسي. أليست مذهلة؟ حان الوقت لتقطيعها. حسناً، قطعتك قادمة يا جولي. هل تسمين هذه قطعة كيك؟ على الرحب واسعة. هل تمزحين معي؟ كايلي، كم أنت بخيلة. من الجيد جدا الاسترخاء وتدليل نفسك بقناع للوجه. ليس الآن بيلا، إنه وقت 100 طبقة. إيمي، هدوء يا بيلا، هدوء. سأنتقم منك إيمي، لقد أفسدت يومي.
ودعا للهدوء والراحة. آه، وجهي ثقيل جدا ولا يمكنني رؤية أي شيء. انتهيت، سأنزع الآن. أوتش، يلا القرف. انظروا إلى بشرتي، أنا متألقة، تستحق كل العناء. مرحبا آمي، أعتقد أني سأبدأ زينة الهالوين في نهاية الأسبوع. حسنا، يا إلهي، مستحيل. طلبت منها عدم الاحتفاظ بهذه الصورة الفظيعة من المدرسة. طفح الكيل، إنه وقت الرد. آمي، ماذا؟ 100 طبقة من المكياج. يا ربي لا. حسنا، أنا أسفة أيتها البشرة الجميلة. أشعر بطبقاتي تتكتل. جفوني ثقيلة كأنها 50 كيلوغرام. أمل ألا تتشقق شفتاي. يا للجفاف. هكذا تم الأمر. ليس مريعاً جداً. يا إلهي، أنا أقبح من أسوأ كوابيسي. أظن أن علي الذهاب هكذا إلى حفلة الهالوين. أو أي، مكياجك الخاص رائع جداً. تعال هنا لنرى بشكل أفضل. هل أحببتموه أو وضعته بنفسي؟ أنا عارف، صحيح، أصبحت محترفة لهذا العام. أتذكر هذا المشهد؟ لنشاهد ما حدث بعد ذلك. 100 طبقة لو سمحتي. هل يجب علي فعلها؟ وضعت أول طبقة. أمل ألا أبدو مثل مهرج. يا إلهي، الوضع يخرج عن السيطرة هنا. حان دور أحمر الشفاه رقم 2. أهدر كل ما أملكه من عبوات أحمر الشفاه. ابتعدي عن العين. آخر أحمر شفاه لدي. يدي متعبة. وصلي. واو، ما الذي تنظرين إليه؟ مهلا، تبدين مثل حلوى إيمان أمز. ألهمتني بفكرة. قولي حلوى. تحلي بروح رياضية. هيا توقفي. ماذا؟ أبدو بالفعل مثل حلوى إيمان أمز.